السلام عليكم. يتم حاليا إنشاء مدرسة لتكوين إطارات نتاع الجامعات المحلية بولاية سطيف، وهذه المدرسة درت عليها فيديو هذه مدة عامين، والآن الإشغال راهي متقدمة حوالي 80%. لاحظ أن هذه المدرسة الطراز المعماري تاعها يعتبر عجبني أنايا، لأنه طراز مودرن عصري، وكذلك فيه نوع من لافينيسيون في الاشغال تعتبر جيده. المدرسه هذه اكبر مدرسه في الجزائر متخصصه في تكوين اطارات الجامعات المحليه، وهذه مبادره جيده جدا، حيث اننا لاحظ ان النقص كبير في الكفاءات على مستوى الجامعات المحليه من بلديات، وكذلك على مستوى الدوائر في الدوله. اذن امام النقص الفادح في الكفاءات تاع الاطارات هذه، وهي واحد من الاسباب اللي جعلت التهيئة العمرانية والتسيير يعني على مستوى وخاصة على مستوى البلديات ناقص كتير في بلديتنا. هذه جات المدرسة هذه جات اللي تعالج هذه النقائص، وإن شاء الله تكون فيها مدارس من هذا النوع على الأقل في 3 أو 4 ولايات عبر الوطن، كي تتكفل بتكوين الإطارات في تسير الجامعات المحلية. والسلام عليكم.